السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله وأوقاتكم بكل خير وبركة. قصتنا لهذا اليوم تتحدث عن عقوق الوالدين. الله يجيرنا وياكم من عقوق الوالدين. قصة فيها من الأحداث والرواية والأشعار اللي يرويها صاحب القصة ما يدمع القلب. تعال نتعرف على أحداث هذه القصة. قصتنا لهذا اليوم قصة صاحب القصة معروف بذاك الزمان بزمانه، وانشهرت سالفته وقصته. رجل كان من خيرة ربعة، من عشيرة، من احدى عشائر منطقة بلاد الشام، عشائر بدوية، عشيرة اسمها الغياث. وكان هذا الرجل وجه ربعة وقاضي، وكان رجل عصامي يعني معروف على مستوى المنطقة بزمانه. لكن ما تدوم السالفة، يوم كبر وحطت فيه الأيام وصار عنده عياله، يعني صاروا عنده من العيال أربعة، وسوى لهم الشيء اللي ما حد سواه، من حلال، من زوجها بذاك الوقت كذا. بذاك الأيام ما في دراسة نقول درسهم، لكن هو زوجها وتعب عليهم وسوى لهم رزقة، وكل واحد بنى له بيت وصار عنده عيلة وعيال. ولا الشايب ترمل وبقى على بيوت عيالك، هذا يتحمل أسبوع يودي لذاك أسبوع. صاروا متضايقين منه، وبالأحرى حريمهم اللي تضايقن أكثر شيء الحريم. وبيوم من الأيام نووا يرحلون من منطقتها من منطقة ثانية، تخبر البدو دائما يرحلون ينزلون ورا المرعى ورا المية ورا وين حلالهم ويناسب مكان يناسب حلالهم ينزلون. فاتفقنا الحريم، قال ان الشايب هذا أذانه لازم نتخلص منه بهالفترة هذه. الراي قال ان الراي نجتمع ونخير ازواجنا، يا حنا يا الشايب. وبالفعل نفذ خطة وقال الأزواج أن الشايب هذا ترى إذانة، وشايب ما نقدر نتعايش معه، وانتوا اختاروا يا حنا زوجاتكم يا الشايب. وبما أنهم العيال نفسيا مهيئين للسالفة وافقوا على أنه يختارون حريمهم يتخلون عن أبوهم. ويوم قرروا يرحلون بنوا له خربوش صغير، خيمة صغيرة ينتس على آدمي، ولا خربوش يسمونه خربوش، وحطوا له فراش وحطوا له زوادة ومية، ورحلوا وتركوه. بما أنه هو الرجل قاضي يقضي بين الحمايل وبين الناس وبين أي خلاف تقصد الناس أن يقضي له، في جماعة اثنين صار بينهم خلاف وجو قاصدينه يدورون أنه يقضي لهم. فيوم سألوا ولفوا يمين يسار لما لفوا على منازل الجماعة هذول، ولا ما في إلا الخربوش. وصلوا عند الخربوش ولا شايب نايم على فراشه، حطت فيه الأيام تقدر تقول آخر
آخر أيامه. واحد منهم يعرفه شايف ملامحه من قبل. قال له مو أنت القاضي فلان؟ قال لي نعم يا ولدي. قال وش صار بك؟ وش فيك؟ وش حالتك؟ قال هذا اللي صار وهذا اللي جرى. قال يا رجال شلون عايشني؟ ويقومون هذول الجماعة ويشيلونه ويأخذونه معاهم وينزلونه بعندهم بجنبهم قصير لهم ويكرمونه ويطعمونه وكذا وكذا. عقب ما قالوا والله احنا بنروح يوم من الايام مروا عليه هذول قالوا له والله احنا بنروح يم الديره الفلانيه اللي يمكن فيها عيالك تبينا نقول لهم شيء. قال ما دام رايحين لهم ابيكم تاخذون هالكلمتين تقولونها لهم. وقال قصيدته الماثوره اللي كلماتها تهز الضمير. تعالوا نستمع لهذا القصيدة. يا طروش يلي ناحرين المراجيب تريضوا وقصروا من اخطاك واخذوا كلام الصدق ما بهتك ذي يا موافقين الخير حنا وياكم 8 سنين رطب القلب ترطيب والتاسعة وانا ترجع حداك وهديت بكم راجل وادي سلاحي ولقيت بالصب خامدة في قماك هديت بكم راجل وادي سلاحي ولقيت بالصب خامدة في جماكم واجيكم عن الوعر معتدالي من خوف من عايل يجهد بلاكم واسعى مع الخلفات ورافق الذيب من خوف ما ينقص عليكم عشاكم ويا عيال ما سرحتكم على جيني ولا على الصقعة كليت وعشاك وما يومنا يا عيال ضربتكم بالمضاري ولا سمعة والجيران لجت بشاك وحفيت رجلي بسموم اللواهي وخليت لحم الريم يخالط عشاك وقمت أتعكز فوق عوج المذاري وقمت أتعكز فوق عوج المذاري وقصر نخطاي يوم طال نخطاك يا عيال ما تشوفوا لحيتي كلها شيء سدة والقرضة جزمة وتاكم يا عيال خوالكم مروين بالطيب وما تعلموني يا عيال منين الردى جاك يا عيال خوالكم مروين بالطيب وما تعلموني هالردى من وين جاك يا عيال يا عيال الخنا كلكم عيب يلي على الوالد كثير لغاكم يا عيال ترشوني رش رجال المهاري ولن عليكم ما تعرفون اباكم انتم تبعتم كثيرات اللواعي ما هن معزه سود الله قراكم انتم تبعتم كثيرات اللواعي ولا هن معزه سود الله قراكم عسى قمركم لا يظهر ولا يغيب وعو شمس الضحى ما تطلع تراك عسى قمركم لا يظهر ولا يغيب وشمس الضحى ما تطلع تراكم وعسى انساكم ما تحبل ولا تجيب تقعد بطالة جالسات بلاكم وعسى انساكم ما تحبل ولا تجيب تقعد بطالة جالسات بلاكم أشكيكم للي عالم السر والغيب الواحد المعبود يقصر مداكم أشكيكم للي عالم السر والغيب الواحد المعبود يقصر مداكم ما هو جزايا ناكرين المواجيب ويبلاكم بذل الحال وينصر عداكم ويبلاكم بذل الحال وينصر عداكم. وهذا الكلام اللي قاله هذا الرجل بعد ما وصلت فيها الأمور من عياله إنهم أنكروا كل جميل وحقوا وتركوه
بل فلا بروحه. يعني عقوق للوالد ما بعد عقوق. وفعلا الله سبحانه وتعالى استجاب دعاه وقطعهم، انقطع نسلهم، ولا ظلهم تالي. هذه العبرة للناس اللي تعقى الوالدين. ربنا سبحانه وتعالى قال وبالوالدين إحسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.